استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الموريتاني وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه بالاضافه الى القائم باعمال سفاره موريتانيا بالقاهره المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان الوزير الموريتاني سلم خلال اللقاء رساله خطيه الى السيد الرئيس من اخيه رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني تضمنت الاعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قياده وشعبا ولدورها الرائد على المستويين العربي والافريقي وتاكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والاستفاده من التجربه التنمويه المصريه التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الاخيره الماضيه من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني مؤكدا تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية كذلك تقدم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشان عدد من القضايا العربيه والاقليميه في اطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربي المشترك